هذه مدينة يان آن بشمال غربي الصين، درة تاج الحزب الشيوعي الصيني في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي قبل نجاح ثورته وتأسيس جمهورية الصين الشعبية. اليوم نذهب في رحلة استكشافية لهذه المدينة التي تعتبر نبراساً للثورة الصينية والتي أصبحت روحها مصدر إلهام لا يقدر بثمن للحزب. أخيراً وصلنا إلى مطار نانيوان. هذا المطار يحمل نفس اسم المنطقة، منطقة نانيوان. هذه الرموز بالحمراء التي ترونها تعني باللغة العربية روح يان آن ستضيء إلى الأبد، وهذا ما نسمعه دائماً عن يان آن. وأنا كسائحة مقيمة في الصين منذ سنوات طويلة قد سمعت الكثير عن هذه المدينة التي تشتهر بالآثار الثورية ومسيرة الجيش الأحمر، وهنا كانت قاعدته بالتحديد في هذه المدينة التي أنا متشوقة للحصول على المعلومات والتطلع والتعرف عليها ولنرى روح يان آن بأم أعيننا. بعد وصولي إلى مدينة يان، اخترت أن تكون وجهتي الأولى هذا الموقع، موقع تزاو يوان، وهو من أشهر المواقع السياحية الثورية هنا في هذه المدينة الجميلة التي أنا أتعرف عليها عن قرب. نذهب معا ونكتشف ما يوجد داخل هذا الموقع. داخل الموقع نجد هنا تمثال ماو تسي دونغ ورفاقه القدامى. هذه خريطة الموقع الثوري تزاو يوان، وكما تلاحظون فوق هناك نجمة حمراء وهي رمز للثورة الصينية. المنزل الكهف أو كهف ياودون، لم أكن أتوقع أن المكان سوف يكون بهذه البساطة، وأعتقد أن الظروف كانت قاسية جدا في ذلك الوقت. لنلقي نظرة داخل هذه الغرفة التي تبدو وكأنها كانت غرفة اجتماعات. ربما هناك الكثير من الصور عن ماو تسي دونغ والثوار في ذلك الوقت. هذا المكان البسيط جداً الذي نراه الآن هو منزل الذي كان يعيش فيه ماو تسي دونغ لحوالي سنتين تقريباً مع زوجته وابنته كما تظهر لنا الصور. لنلقي نظرة قريبة عن غرفة النوم. مكان بسيط جداً، لكن من عمق البساطة وقسوة الحياة انبثقت روح العزيمة والإصرار لدى الجيش الأحمر لتعلن ولادة الأمل والحلم. قبل ربيعه 16 أقام شي جين بين في ظروف مشابهة لهذا المكان في فترة عمله في الألياف. تحرص المدارس المحلية على ترسيخ الروح الثورية في نفوس براعم المستقبل من خلال زيارة المواقع الثورية، وهذا اللقاء أشعرني بالكثير من الحماس والثقة والعزم. كانت البساطة والمعاناة سمة المكان هنا، لكنها تحولت اليوم رفاهية وفرحاً وتطوراً ومزيداً من النجاح والانفتاح. يان آن اليوم انعكاس للروح الثورية العظيمة، وها هي تتألق فرحاً وأملاً في عيون المحليين. مرحباً من جديد، نحن هنا أمام جبل باوتا أحد المعالم والرموز المهمة في مدينة يان آن.
يانان ليست مجرد مدينة، إنها روح الصين وقلبها النابض. في رحم جبالها ولدت معجزة شعب. يانان ليست مجرد طفرة أو طيف حلم عابر، إنها معجزة مستمرة لن تنتهي، وروح تضيء درب المسيرة العظيمة للشعب الصيني لتحقيق نهضته الكبرى.